حصريا على تين تايم. تاني ده لانه شاف له شوفه بره كده. شاف له شوفه؟ ما هو معذور برضه قريب، اديله شهرين ما قبضش. 15 سنه المطبعه فاتحه بيته موكلاه بغاشة، مش قادر يستحملني شهرين. يلا ب 60 داهيه يغور، ده حتى كان ساحب المكان على الفاضي. ركز في شغلك. بقول يا ريس، ما تغير التيبو ده، الدنيا دلوقتي كلها بقت شغاله اوفست، وبصراحه هو احسن واسرع. خليك في حالك يا خميس، ايش فاهمك انت في المكن؟ يلا روح شوف شغلك. باشا باشا باش مهندس افندم، هو حضرتك والد الواد ابن اللعيبه ده؟ نعم. لو حضرتك يعني متابع كوره كويس اكيد تبقى عارفني، انا كابتن شيكو. اهلا وسهلا. كنت عايز ابدي اعجابي بابن حضرتك. مالك خش جوه العربيه ما تطلعش منها لما اشوف اخرتها مع الجدع ده. يا باش مهندس انا عايز الفت نظرك لمستقبل ابننا مالك. ابننا؟ ده بسم الله ما شاء الله عليه جوز رجلين، اتلفوا في خير. هي وصلت للدرجه دي؟ انا عايز الفت نظرك لحاجه مهمه قوي، لو شفت وشك مره تانية انا هشرعك. ليه بس؟ يلا غور يا عم. غور عايز مستقبل ابنك. اقول لك حاجه، طيب وانت خلفته ازاي الواد ده؟ يا باشمهندس يا باشا، هو الواد ده ايه؟ امه اتوحمت على مارادونا يا باشا. الراجل ده لو شفته في اي حته تصرخ وتلم الناس عليه. ليه؟ من غير ليه؟ ولا انا هوجع دماغي معاك ليه؟ من هنا ورايح مفيش لعب كوره في الشارع تاني. يا وسط قسما عظما يا مالك، لو شفتك بتلعب كوره في الشارع تاني نكلم الناظر اخليه يطلعك بره الفرقه. وبعدين انت شفت الراجل ده قبل كده في اي حته؟ بترد؟ ما شفتوش.